منها ونشوف اخبار النادي الاهلي. تعالوا نروح للاهلي في الجزيره ولزميلنا كريم احمد الموجود في النادي الاهلي واللي تابع تمرينه الاهلي او بدايه الدقائق الاولى لتمرينه الاهلي في ملعب مختار التتش. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك ولضيوفك الكرام ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. حقيقه كريم خليني اقول لك انا اتلخبطت ولخبطت الناس معايا، يعني كنت بقول في بدايه الحلقه انه مع ضغط الماتشات بيبقى تاني يوم المباراه، يعني احنا لعبنا مع الطلائع امبارح، النهارده يبقى في تمرينه للعيبه اللي ما اتمرنتش او اللعيبه اللي ما شاركتش واستشفى للعيبه اللي شاركت، بكره يبقى راحه وبعده يبقى التمرين الاساسي، فاكتشفت ان بعده ده هو ماتش ماتش الداخليه، فانا مش فاهم بصراحه الراجل هيحضر ازاي لماتش الداخليه ده في 48 ساعه. بالتاكيد طبعا يعني صعوبه كبيره جدا وضغط رهيب الحقيقه، في كل مره بنقول بنلتمس العذر الجهاز الفني للاعبين على الضغط الكبير، ما بتلحقش تحضر ريكفري اللاعبين، بتخش بمعنويات جديده بدوافع كبيره جدا لمباراه ثانيه هي مباراه كؤوس بالنسبه لفريق النادي الاهلي. عشان كده الحقيقه بنحيي كل لعيبه النادي الاهلي على الجهد الكبير اللي بيبذل وعلى حاله الاصرار. نتيجه كبيره الحقيقه للمباراه الاخيره، مباراه طبعا النادي الاهلي ادى فيها اداء كبير بنتيجه كبيره جدا، وده يرجع لحاله التركيز الكبيره رغم كل الضغط الكبير الحقيقه اللي فيه للنادي الاهلي. لكن زي ما بنقول كل مره النادي الاهلي محضر بشكل كبير جدا للمرحله القادمه. سكواد النادي الاهلي الحقيقه شيء عظيم وشيء مميز جدا، ما بتحسش باي فروقات مهما كانت الغيابات. عشان كده الحقيقه بيبذل مجهود كبير في التدريبات في التحضير الذهني بالتاكيد، ويمكن ده الجزء المهم جدا. مستر كولر الحقيقه من خلال تحضيراته الراجل ما بيقدرش ان هو يحضر ويصحح اخطاء على قد ما هو بيجدد دوافع مع لعيبه النادي الاهلي المتجدده تلقائيا لكل اللاعبين. فعشان كده ان شاء الله باذن الله بنتمنى المباراه طبعا الماضيه خلاص انتهت بكل ما فيها بمكاسبها بكل الامور اللي كانت فيها. عندنا مباراه مهمه جدا المباراه القادمه مباراه الداخليه، ويمكن قلت قبل كده شفنا المباراه الاولى مباراه الداخليه وشفنا النادي الاهلي ادى ازاي. عشان كده بنتمنى يكون شكل مختلف، يكون في جديه كبيره جدا، احترام المنافس امر مهم مهما كان الترتيب. كل اللي بيقابل النادي الاهلي هي مباراه بطوله وهي مباراه حلم، ما بتشوفش الاداء اللي بيقدمه كل انديه الدوري امام اي انديه اخرى غير النادي الاهلي. عشان كده بيتطلب مننا ان رغم الضغط الكبير ورغم حاله الاجهاد الكبيره اللي فيها لعيبه النادي الاهلي ان انت تكون كل مباراه مركز فيها بشكل كبير جدا. يمكن كمان نقطه مهمه حابين نتكلم فيها في البدايه، يمكن ناس كتير عايز تتكلم على تسال عمر كمال على بيرسي تاو والامور بالنسبه لهم ماشيه ازاي. يعني الحقيقه عمر كمال في البدايه ماشي بشكل طيب جدا، دخل في اجزاء كبيره من التدريبات الجماعيه من التقسيمه، لكن منتظرين النهارده كمان نشوفه في التقسيمه، نشوفه غدا في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي مباراه الداخليه. مستر كولر معودنا على كده، تدريب واثنين وثلاثه، بيحاول ان هو يطمن على اللاعبين في الاحتكاكات الكبيره القويه عشان يخش في القائمه يكون جاهز. مفيش لعيب يكون متواجد في قائمه النادي الاهلي في هذه الفتره الحساسه الا لما تكون عندك جاهزيه كبيره جدا من الناحيه الطبيه ومن الناحيه الذهنيه ومن الناحيه الفنيه ايضا كمان. فان شاء الله عمر كمال ينتظم في تدريب النهارده وتدريب الغد ان شاء الله، وممكن يكون متواجد في القائمه او ما يكونش متواجد على حسب طبعا جاهزيته بالنسبه للتدريبات. بيرسي تاو منتظم في البرنامج التاهيلي، بيرسي تاو بناكد لك ان هو مش هيكون متواجد في مباراه طبعا يوم الخميس مباراه الداخليه، بيتم التحضير لبيرسي تاو ان شاء الله باذن الله. احنا عايزينه طبعا بيرسي يكون متواجد وجاهز يعني مع المباراه المهمه تحديدا وهي مباراه بيراميدز، لكن ان شاء الله باذن الله يكون جاهز خلال المرحله القادمه قبل مباراه بيراميدز. بالنسبه للتدريبات وبالنسبه للمجهود الكبير اللي بيبذل، خلاص انت عارف 72 ساعه ما تلحقش تدي اجازه، لازم تجيب اللعيبه تتمرن ريكفري وتتدرب. بكره يكون في معسكر كمان لفريق النادي الاهلي، ضغط كبير جدا على فريق النادي الاهلي بالنسبه للتحضير، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره كالعاده في كل اللاعبين في الجهاز الفني في التحضير في الرؤيه في التكتيك الحقيقه المتغير في طريقه اللعب اللي بيحاول مستر كولر ينوعها في اختيار العناصر في كل مباراه بيكون امر مهم جدا. الكل بيجتهد في التدريبات، الكل بيحاول ان يكون ليه دور في التدريبات، لكن كولر بيبقى ليه رؤيه ماذا تطلب المباراه او المباراه متطلبه ايه، اللعيب ده يكون متواجد في هذا المركز، ممكن يكون لعيب مش متواجد. فعشان كده ان شاء الله باذن الله مستر كولر يكون محضر لهذه المباراه بشكل طيب جدا، يكون تابع للمباريات الخاصه بالداخليه وتحديدا المباراه الماضيه، لان فريق الداخليه فريق محترم محتاج ان انت تشتغل عليه بشكل كبير، محتاج ان انت يكون دخولك في المباراه بشكل جيد جدا، لان هو فريق جيد بيحاول ان هو يلعب كوره هاجمك بشكل كبير جدا في المباراه الماضيه، لكن ان شاء الله تكون المباراه القادمه مختلفه بشكل كبير جدا عن مباراه الداخليه. الامور الحمد لله بالنسبه للتدريبات ماشيه بشكل مطمئن جدا. مستر كولر قبل المباراه كالعاده قبل التدريب كالعاده اجتمع يعني خمس دقائق سريعه كده للاعبين، اكد طبعا على المرحله واكد على حياهم على المباراه وحياهم على الاداء الكبير اللي حققوه على النتيجه الكبيره والممتازه الحقيقه اللي حققها النادي الاهلي، وقال لهم لابد ان احنا نستمر على هذا الاداء وهذا المستوى، كل لعيب هيكون له دور، الدور هيتواجد على حسب متطلبات المباراه. فان شاء الله باذن الله
المباراه القادمه مباراه الداخليه يكون من نصيب النادي الاهلي، يحاول النادي الاهلي يلم نقاط في وقت صعب في مجهود كبير في درجه حراره عاليه في تحضيرات كبيره جدا، لكن ان شاء الله باذن الله يستطيع النادي الاهلي الوصول الى القمه والحفاظ عليها والحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. صحيح، ويمكن من مكاسب ماتش امبارح انه في عدد كبير من لعيبه الاهلي ارتاحت، يعني خدت نفسها الى حد ما، واعتقد حتى اللي جاي من بعيد، يعني في كتير جاي من بعيد، يعني طاهر جاي من بعيد، خالد عبد الفتاح جاي من بعيد، اكرم في فتره ما كان جاي من بعيد، كلهم الحقيقه لما خدوا الفرصه او احتاج لهم مارسيل كولر قدموا مستويات اكتر من رائعه الحقيقه وكانوا نجوم. مباراه امبارح كنت بقول عليه، بشكرك طبعا كريم زميل عزيز كريم احمد، دي كل تفاصيل تمرينه الاهلي النهارده، وطمنا على سكواد الاهلي، بيرسيتاو لسه شويه، عمر كمال ممكن يخش في الحسابات قريب، والاثنين طبعا اوراق مهمه جدا. هل ممكن نشوف او هل ممكن ياخدوا فرصه زي ما خالد عبد الفتاح خد، زي ما اكرم في توقيت ما خد وتألق؟